قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح بزيارة تفقدية إلى هيئة العمليات والخطط، حيث استمع الشيخ حمد جابر العلي الصباح خلال الزيارة إلى شرح مفصل عن طبيعة المهام والواجبات التي تقوم هيئة العمليات والخطط بتنفيذها ومتابعتها، وذلك من خلال قيامها بمسؤولية التخطيط والتوجيه والتنسيق التي تستهدف كافة الأنشطة والعمليات بالجيش الكويتي. وأثنى الشيخ حمد جابر العلي الصباح على ما شاهده من استخدام هيئة العمليات والخطط للعلوم الحديثة وإدارة مراكز ذات قدرات علمية عالية، مما يسهل قيادة وإدارة مختلف الأزمات التي تواجهها، ودعا في ختام زيارته منتسبي الهيئة إلى السعي دائما إلى تحقيق التطور والارتقاء والتميز في أدائهم والوصول به إلى المستويات المنشودة حتى يكونوا على أتم الاستعداد لتنفيذ المهام والواجبات التي توكل إليهم.